السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أولى باك علوم في مادة التربية الإسلامية. كما دأبت العادة، الآن ننتقل بكم إلى فقرة التمارين التطبيقية بالنسبة للدرس فقه الأسرة، يعني أحكام الزواج، أحكام ومقاصده. هذه الفقرة كما تتشكل أو تتكون من محورين، المحور الأول تثبيت المكتسبات، والمحور الثاني الوضعية التقويمية وما يرافقها من أسئلة. بالنسبة للفقرة الأولى أو المحور الأول، عرف الزواج وبين أحكامه الشرعية. سؤال، يعني عرف الزواج، تعريف الزواج وتبيان أحكامه الشرعية. السؤال الثاني، حدد أركانه وشروطه ومقاصده. أركان الزواج، شروط الزواج، ثم مقاصد الزواج. ثالثا، بين الدور الذي تلعب الخطبة بالنسبة للزواج. ما هي الدور الذي تلعب الخطبة بالنسبة للزواج؟ كانت هذه هي الأسئلة المرتبطة بتثبيت المكتسبات. ننتقل بكم إلى فقرة الوضعية التقويمية. لاحظوا معي وركزوا معي جيدا، لأن التعامل مع الوضعيات بهذه الطريقة سيمكنكم من إجابة عن التساؤلات الشبيهة مع وضعيات أخرى شبيهة مثل هذه في تمارين أخرى لاحقة. وضعية تقويمية، قال سعد لصديقه همام: أرأيت كيف تصرفت أم المؤمنين خديجة عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف من غارحها بعد نزول الوحي عليه؟ فقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه مسلم. أليست هذه هي الزوجة المثالية؟ رد عليهما قائلا: وأين مثل هذه الزوجات اليوم؟ أصبح الإنسان يتخوف من الزواج من كثرة المشاكل التي يتخبط فيها الأزواج. كانت هذه الوضعية. بالنسبة للأسئلة، السؤال الأول، حدد الإشكال الذي تطرحه الوضعية. السؤال الثاني، أبين موقفي من رأيهما مع التصوير المناسب، هل أنت تتفق معهما أم لا ولماذا؟ السؤال الثالث، عين بعض المشاكل التي تعتري الحياة الزوجية في عصرنا الحالي واقترح حلولا مناسبة لها. رابعا، افترض أنني مكانهما وسمعت ما قاله سعد، أقدم جوابا مناسبا مع التسويق المناسب. إذن كانت هذه هي الأسئلة المرتبطة بالوضعية، نحاول أن نتأمل فيها ثم نشرع في الإجابة عنها. السؤال الأول، إشكال الذي تطرحه، هو الإشكال الذي تطرحه الوضعية. ثانيا، ما موقفك من رأيهما مع التسويق المناسب؟ ثالثا، عين أو حدد بعض المشاكل التي تعتري الحياة الزوجية في عصرنا الحالي واقترح حلولا مناسبة لها. رابعا، افترض أنك مكانهما وسمعت ما قاله سعد، وقدم جوابا مناسبا مع التسويق المناسب. بالنسبة لفقرة تثبيت المكتسبات، عرف الزواج وبين أحكامه الشرعية، حدد أركانه وشروطه ومقاصده، بين الدور الذي تلعبه الخطبة بالنسبة للزواج. إذا نتمعن في الأسئلة ونجيب. ننتقل إلى الإجابة عن التساؤلات. فقرة تثبيت المكتسبات، الزواج، تعريف الزواج، ما هو الزواج؟ الزواج هو ارتباط شرعي، هو ارتباط شرعي بين رجل وامرأة، بين رجل وامرأة بنية الدوام والاستمرار، بنية الدوام والاستمرار.
وتعتريه الأحكام الخمسة وهي وتعتريه الأحكام الخمسة وهي أحكامه عندنا الوجوب الوجوب عندنا الحرمة عندنا الندبة الكراهة ثم الإباحة أي مباح ثانيا أركان الزواج أركان الزواج المحل الصيغة المحل مكان إقامة طبعا للزوجين الصيغة المهر الإشهاد المهر الإشهاد هذه هي أركان الزواج شروطه وشروطه الأهلية الأهلية الانتفاع انتفاع الموانع الشرعية انتفاع الموانع الشرعية هذه بالنسبة لشروط الزواج ثم مقاصده ومقاصده تحقيق السكينة السكينة والمودة والرحمة والمودة والرحمة والتعفف عن الزنا والتعفف عن الزنا وكذلك استمرار النسل واستمرار النسل من مقاصد الزواج سؤال ثلاثة تمكن الخطبة من تحقيق تمكن الخطبة من تحقيق التوافق الفكري والارتياح النفسي والتأكد من حسن الاختيار والتأكد من حسن الاختيار مما يمهد لنجاح الزواج مما يمهد لنجاح الزواج لأهمية الخطبة طبعا تكمل مكان الخطبة في تحقيق تمكن الخطبة من تحقيق التوافق الفكري والارتياح النفسي والتأكد من حسن الاختيار مما يمهد لنجاح الزواج كانت هذه فقرة المرتبطة بتثبيت المكتسبات أما فيما يتعلق بالوضعية الوضعية التقويمية السؤال الأول شعورهما باليأس من الزواج إشكالية شعور همان باليأس من الزواج جراء كثرة المشاكل جراء
كثرة المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية، التي تعترض الحياة الزوجية. هذا بالنسبة للسؤال الأول الإشكالية. السؤال الثاني، رأيي معهما، أنا لا أتفق معهما، أنا لا أتفق معهما، لأن المسلم إذا تتبع، لأن المسلم إذا تتبع الخطوات الشرعية في اختيار الزوجة وتنفيذ عقد الزواج سينجح لا محالة في حياته الزوجية، سينجح لا محالة في حياته الزوجية، هذا كان بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، من المشاكل التي تعتري الحياة الزوجية، الآن اختيار الزوج على أساس المال فقط، اختيار الزوجة على أساس المال فقط، دون النظر إلى دينها، وحين تبخل الزوجة بمالها، عن زوجها تبدأ المشاكل السادة، والصراعات. والحل واتباع سنة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كاعتماد معيار الدين، ثم بقيت المعايير، مقصود بها الجمال، النسب، والمال كذلك. رابعا، السؤال الرابع والأخير من الوضعية،
لو كنت مكان همام، لو كنت مكان همام، لو كنت مكان همام لأجبت سعدا بأن النساء، لأجبت سعدا بأن النساء ينبغي أن يتصفنا، ينبغي أن يتصفنا بأخلاق السيدة خديجة، بأخلاق السيدة خديجة رضي الله عنها. ويتخذنها مثالا، ويتخذنها حيا في حسن التعامل مع الأزواج، حيا في حسن التعامل مع الأزواج. إذن كانت هذه الأسئلة المرتبطة بالوضعية كما تشاهدون، وثم أسئلة كذلك بتثبيت المكتسبات. لاحظوا معي تثبيت المكتسبات، عرفنا بالزواج والأحكام المرتبطة به، أركان الزواج، شروط الزواج، مقاصد الزواج، ثم يعني أهمية الخطبة. أين تكمن أهمية الخطبة؟ أهمية الخطبة تكمن في تحقيق التوافق الفكري والارتياح النفسي والتأكد من اختيار حسن الاختيار مما يمهد لنجاح الزواج. بالنسبة للأسئلة المرتبطة بالوضعية، يعني شعور المسألة، سؤال الأول والسؤال الثاني، ثم سؤال الثالث والرابع. إذن نكتفي بهذا القدر، وننتقل بكم إلى درس جديد مع تمارين تطوعية أخرى جديدة.